انا مع الوالي مليون في المية. علاش؟ نحن مسلمين وعرب اختي ومثلي جنسيه نقصيه، نحن في شبابنا مشاف شبابنا هلا غالب الكل هكي تشوي فيها كلها ما نزيدوا ندخلوا المثليه الجنسيه للبلاد، عاد نحيوا الامه الاسلاميه ونولوا قره هكا. فما بعض الناس قالوا علاش ما تمش حذف المقطع هذيك ويتعدى ليه يتنحى جمله يتنحى الجمله، فما ايحاءات بخلاف المقطع تلقى فيه ايحاءات نتاع مثليه جنسيه. هي خير وجولها برشا هما القرة هما ماذا بيهم نوليو كيفهم نحن، إن شاء الله ربي يخلينا على ديننا بجانبي. حاجة ساعي خايبة وحرام في ديننا، خاطر ربي الشيء ذي ما قالش بيه، يعني ما مذكور لا في القرآن لا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إنك ترى يعني زوز رجال ولا في حكة ولا بنات ولا يعملوا في حاجات كي من هكا، شيء يعني يقزز مش حتى يزوغ بالبدن، يحس كأنك يعني معناه بالرسمي وصلت بينا الدناءة في العالم للدرجة هذه، يعني إنه نوصلوا زوز رجال مع بعضهم إنهم يعملوا حاجات كي من هكا. برجو ليا ما خسارتنا في ديننا كديننا الإسلام، ما برجو ليا ما أنت تعرف علاش منعوه من العرض الفيلم هذي ولا لا؟ برامون في حاجات نتاع مثليه جنسيه نورمالمون هكا. شنو رايك انت؟ هل انه قرار صعب ام لا؟ قرار غلط جمله، خاطر اول حاجه هو صعب، سلسله كرتونيه ماهيش يعني مخصصه، صحيح اول حاجه صغير كي باش يراها باش يحب يتفرج فيها، اول حاجه سؤال باش يسال بوه ولا امه بابا شنو الحاجه هذيك، بابا امي شنو اللي يعملوا فيه، مش حرام انهم زوج بنات ولا زولاد يعملوا كيكه؟ الطفل باش يولي ولا الطفله باش تولي كيف في مخهم حاجات كي من هكا، يعني يوليوا قاعدين يزرعوا في حاجات كي من هكا في مخ الصغير ولا الكبير ولا في اي حاجه، واللي حاجه غالطه واللي لازمها تتنحى من العالم، واللي بالرسمي لازمنا يعني اي واحد اي يعني انسان في الدنيا هذه خمم باش يعمل حاجات كي من هكا راهو بالرسمي يا مريض يا يمشي يعدي على روحه ولا يدفن روحه بالحياة. شجعوا فيه شويه على المثليه يعني. انت تعرف انه هو ويلي تونس كيف وكيف برشا بلدان لهنا في تونس في دبي والامارات والسعوديه منعوا الفيلم هذيه من العرض، علاش حسب رايك؟ والله يمكن في لقطات مش باهيه جنسيه يعني ما تشجعش، نورمالمون هكايا في بالي حسب ما نعرف. حسب التقرير نتاعهم اللي هو قالك على خاطر فما مشاهد لتبادل فتاتين لقبله واعتبرت هذه اللقطه مروجه للمثليه الجنسيه، شنو رايك؟ والله لقطه اختي ما تجيش هي الحق ومعناتها عندها الحق، ولا تونس مش ما يعديش الفيلم هذايا في تونس وما نشجعوش عليهم احنا اللقطات هذايا. اللقطه اللي فيه ماهيش معناها مستحبه. يعني انت ترى انه قرار الوالي صحيح؟ صحيح قرار به، هم اعتبروه انه هو يدعو الى المثليه الجنسيه، صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح. تحس اللي هي ولات منتشره ياسر لهنا في تونس؟ منتشره بصفه غريبه بالحق، منتشره وماذا بينا، معناها احنا بلادنا بلاد اسلام وبلادنا بلاد معناها واحد ماذا بيه يحافظ على الاسلام نتاعه وماذا بيه نقصوا شويه معناها يستروا روحهم شويه وينقصوا شويه من الحاجات هذوما الخايبه.